الفضائية وكل من يتابع قناة الموصلية الفضائية. اليوم جولتنا راح تكون بأحد المناطق السياحية بمدينة الموصل، وهي المتنفس الوحيد لأهالي مدينة الموصل. طبعا راح نتجول بها بين أهلنا وعوائلنا، تابعونا. أعزائي المشاهدين راح نلتقي ويا العائلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أم إيه؟ أم محسن. أم محسن، أم محسن أنت شلون تشوفين الأجواء بمدينة العام؟ والله ما شاء الله حيل زينة ومتونسين وفرحانين والحمد لله والشكر، يعني لما الله تعالى زول عنا هالقمة هذه مالها الدواعش، والحمد لله والشكر والله متونسين وفرحانين بيكم وبجماعتكم ولمتكم هذا القعدة الحلوة. اي والله والحمد لله. ام ايش؟ اسم ام نور ضواء محمد. ام نور، ام نور انت شلون تشوفين الاجواء بمدينه العام؟ والله ما شاء الله ما شاء الله، عامره اهلها طيبه، حيل متونسين، يطلعوا ويا الاهل والاصدقاء. جينا اول مره تجين المدينه؟ قبل جينا من وراء التحرير، يعني من صار التحرير قمنا نزور مدينه العام. هاي ثاني مره؟ اي نعم، ثالث مره رابع مره، يعني تقريبا كل سنه يعني نصير مناسبه نزور أيام العيد. أم محسن شنو كان عشاكم اليوم لو بعد ما لا والله تعشينا بالعافية وخبوز. طلبتم من هين؟ والله يا من المطعم أخذناه من السوق جاهز، يعني من الموصل أنت؟ لا لا، أنا من المشراك ناحية الشورى. طيب أنت من ناحية الشورى تجي هنا يعني تشوفين هاي الأجواء الحلوة مدينة الموصل إنه رجعت بخير؟ الحمد لله رجعت مدينة الموصل بخير ومعززة ومكرمة والحمد لله والشكر والله. شنو اللي فرحانين والله. أم محسن شنو اللي تحتاجه بعد مدينة ألعاب أنت برأيك؟ تشوفين تحتاج بعد ألعاب، تحتاج بعد تطوير؟ ما شاء الله، لا والله حيل زينة ما شاء الله، مرتاحين بيها ومان نظافة وترتيب، يعني حيل زينة والله. اي والله والحمد لله والشكر. ويا العائلة كلهم اجيتي جبتيهم لو بس ابنك الوحيد؟ ابني الحز راح يصلي عشاه، الحز يجي والبقية راحوا يلعبون والحمد لله والشكر. الأطفال كلهم لعبوا لو بعد؟ والله قسم منهم لعبوا وتونا الحز حضركم للقطر عشان يلعب وياه. اي والله. شو اسمه؟ ايش اسمك؟ عبد القادر. ليش سميتي هذا؟ والله هي سميته الشيخ عبد القادر القيلاني، سميته ابني فجاء ولدها سميته عبد القادر. يحفظك اياهم ان شاء الله. ما يحكي اسمك؟ عبد القادر. عبد القادر. عبد القادر حافظ لنا نشيد؟ لا سمينا ذات لا اله الا الله اسمائي ومستجدائي جدي وذكائي، حفظ ابي وامي وكل اصدقائي وصلاتي استجب دعائي. نرجع لام ايش نسيت؟ نور. ام
نور. أم نور، أنت تشوفين مدينة الألعاب تحتاج بعد ألعاب لو يعني هسه مكتفية؟ إيش قد ما تطورات يعني تكون أجمل أكثر، يعني هي الحزمة إن شاء الله مكتفية، بس طبعاً إيش قد ما تكون يعني النوم وممارسات فيها تكون يعني أحلى. شوفي هذه هي المتنفس الوحيد للمدينة الموصل. حيل حيل ما شاء الله يعني بشكل طيب. شوفيها هي المتنفس الوحيد لأهالي مدينة الموصل. اي والله هي نحن أكثر جياتنا هي على هاي. من شفتوا قبل يعني أطفال دائما تتوافدون؟ اي من كنا قبل يعني بالمدرسة يطلعونا يعني. تشتاقين للأيام يعني قبل تشوفين مدينة الألعاب اللي بعدها بنغمتها نفسها قبل لو تغيرت؟ كل شيء يعني كل شيء بوقته حلو. يعني متغيرة؟ متغيرة للحلة صايرة. اي والله. شنو اللي متغير بيها؟ والله متغيرة يعني تطورات حيل كخدمات يعني بشكل حيل يعني كناس يعني أكثر تجي أكثر من قبل. طيب من خلال قناة الموصلية تحبين توجهين تحية لمن؟ والله للأهل وللأصدقاء جميعا كل من يشاهدني. شكرا لكم. شكرا أمك. نعم نعم. اهلا اهلا بيكم، ان شاء الله نورتونيكم ويعفون انت النور، ويا اهلا وسهلا بيكم، ان شاء الله دوم عمار، ان شاء الله دوم فرحانين، ان شاء الله دوم متونسين، ان شاء الله الله يخليكم ويعافيكم ويستر عليكم. مشاهدين راح نلتقي ويا العائله. السلام عليكم. وعلى السلام. الاسم علي محمود. السلام عليكم. خالد صالح. شلون تشوفون اجواء المدينه الالعاب؟ والله طيبه ما شاء الله خير من الله. الله يحفظ الامان على العراق على موت محمد على الموصل. اول مره تزورون مدينه الالعاب؟ لا هاي مرتين ثلاثه ما لا يا معيداني عادي. شوفوها رتبت التطور؟ اي الحمد لله خير أحسن من قبل. هي المتنفس الوحيد بمدينة الموصل؟ لا هي والغابات ومدينة الألعاب عندنا، وعندنا المنتزهات بالزهور ما الزهور هاي من هذا الكلام عليه. طيب شلون الأجواء اليوم شو؟ والله الحمد لله خير خير من الله. وجودكم وجود الجيش والشرطة والحمد. طبعا القوات الأمنية. القوات الأمنية ماكو أحسن منها. أبو إيه؟ أبو وليد. أبو وليد أنت شلون تشوف أجواء بمدينة الألعاب؟ والله حيل طيبة. يعني أحسن من قبل، عالم قاعد تروح تجي، ينحن الأمن علينا الحمد لله والأمان،
والحمد لله تطوراتها اكثر من قبل، نظافتها يعني الحمد لله زينه، ويعني المنفذ الوحيد يعني للعوائل الموصليه هي ومنطقه الغابات، لان اقرب شيء علينا هي. اول مره تزورها؟ لا لا عده مرات احنا، بس ايام جمعه ما جمعه الزحامات ما نطلع. يعني ايام العاديه دائما؟ ايام العاديه اي نعم نعم نطلع فيها. دائما انت والعائله؟ دائما انا والعائله نجينا. تعشيتم لو لا؟ تعشينا الحمد لله. من البيت لو؟ والله من البيت وشرينا لفات والحمد لله. لا تسلم. بالعافيه. ترى خير موجود. بالعافيه. كيف؟ ما تعرف؟ هلا. هلا. هلا صعدتي بالالعاب لو بعد؟ صعدتي بالالعاب لو بعد؟ صعدت. ها؟ ايه صعدتي. اي لعبه صعدتي؟ طياره. طياره؟ شنو اكثر الالعاب اللي انت تحبيها بمدينه الالعاب؟ الطياره والدوده. ايه هاي دائما انت اول ما تجي مدينه الالعاب. ايه وبعد مو بس هذول الاثنين، ما اركب غيرهم. طيب اريد اسمع منك نشيد او اغنيه. مستحيل؟ اريد نشيد. اي نشيد؟ ما عندي. اي صف انت؟ اي صف؟ رابع. يعني رابع ما تعرفين اي نشيد؟ لا. خليني اجي على الاولاد، تعالي يا امي. شو اسمك؟ وليد. وليد. اسمك؟ وليد. وليد اي صف؟ اول متوسط. اكثر ماده انت دائما تشوف نفسك يعني زين؟ ماده العلوم. يعني راح تطلع مثلا عالم او مبدع؟ ايه. شنو اللي تحبه انت دائما بمدينة؟ العاب الطيارات هذول. اكثر لعبه؟ الناعوره اكثر لعبه. الله يحفظكم. الله يحفظكم. وربي يحفظهم لك. ونشكر قناتكم ان شاء الله، قناة المفضلة، ونشكر الكادر. ورحمة الله وبركاته. شكرا. العفو. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين بجولتنا حتى نتجول بين عوائلنا وأهلنا بمدينة الموصل. مشاهدينا الاعزاء، نلتقي بالعائله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو ضياء. ابو ضياء، انت شلون تشوف مدينه الالعاب وشلون الاقبال؟ الحمد لله، الناس كان اقبال جيد جدا، والناس مرتاحه نفسيا، عرفتوا؟ والحمد لله والشكر على هالأم والامان هذا اللي الله جعله في هاي المدينه. ام ضياء اكيد طبعا. أم ضياء، أنت شلون تشوفين إقبال مدينة؟ والله ما شاء الله زين، كلهم إن شاء الله دائما الشكل مرتاحين ودائما يطلعون. أول مرة تزورين مدينة الألعاب بعد تحرير مدينة الموصل؟ إيه أول مرة. يعني ما جيت قبل؟ إيه من قبل، يعني من قلنا قبل التحرير زين. إيه. أنا أحكي بعد التحرير. بعد أول مرة. إيه. شو شفت التغيير؟ ما شاء الله فول، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، الله يديم الامن والامان ان شاء الله. اي أيوة والله على هالبلد.
ان شاء الله يا ربي. ضياء، شوفين نكهه مدينه الالعاب نفسها سابقا ما كانت السنوات السابقه؟ لا هسه احسن. اكيد انت طبعا اولادك كانوا صغار تجيبيهم. كلهم هوني. شوفين اكو تغيير غالي. شلون كان شنو هو التغيير؟ والله من كل النواحي، يعني من الالعاب، من الاكل، من الشوب، من المساحه اللي وسعوها اكبر. يعني هسه اكبر. هي احتياجية شلون؟ اي كثير كثير يعني. يعني احسن من قبل. ذكريات هنا مدينة. اي والله اي والله من ابني صغير في هالساعات احنا نجي، بس من تجين دائما تتذكرين اكو مكانات، تتذكرين مثل العاب انه انت كنت قاعد تجيها. البداية من اول من الباب الاول نفوت ناكل ونشرب وبعدين نفوت الاولاد على الملاعب نلعبهم لحد ما تنتهي. اكو لعبة مدينة الالعاب لحد الان انت تذكريها يعني وباقي لحد الان هي نفسها؟ يعني ايه مثل هذا صحن الطائر ناعو. ايه بس يعني بقى ايه نفسه لحد الان. ايه والله. طيب من تجيبين واحد من ولادك دائما تذكري بهاي اللعبه؟ ايه هم يتذكرون بدون ما انا اذكرهم. هالساعتها بنات ابني هالساعتها اخذوهم وراحوا. والله راحوا يلعبون بالديديات بالنويعيه. ايه دوحوا امي وحفتلوا لعبوا الحمد لله. تعشيتهم هنا لو خارج؟ ايه تعشينا. كم عشاء من البيت؟ لا والله سفري. بالعافية. ألف الله يعافيك. تمنيناك والله. ألف عافية. أي والله. أبو ضياء أنت شلون تشوف مدينة الألعاب نفسها لو تغيرت عن السنوات السابقة؟ صار بيها تغير كثير. ما كان بيها أشياء مثل الأشياء الحديثة واللي تجددت في هذا الوقت. كان بيها الناعور وهاي الطيارات وهاي الدودة نفس هذول القضايا القديمة، بس هسه ما شاء الله توسعت وكبرت والإقبال عليها ما شاء الله جيد جدا. ما كان هذا الإقبال، كان الدخول من الباب الرئيسي باب جسر يتعشون ويتغدون بهاي الحديقة ويطبون مدينة الألعاب يتونسون. الجال كان صغار يلعبون يكيفون ويرجعون على البيت. لك ذكريات بيها؟ شنو اللي أكثر ذكرى أنت تتذكرها مدينة؟ والله الأولاد كان دائما يطلبون يابا ودونا على فنجيبهم على المدينة ونتذكرهم. هسه نذكرهم بها هاي الأشياء يعني كانوا أولاد من الساعة وياهم. الله يحفظ عليكم. والأكبر منه كانوا على طول ماما ودونا على الديديات ودونا على النواعير. إيه ما شاء الله ساكم أولادهم. الله يخليهم. هم يذكروهم بالشيء اللي يخلوا لهم. هاكب كنا أبوي يودينا ويجيب لنا ويطعمنا. إيه بس الحمد لله. الله يحفظهم إن شاء الله يا ربي. أولادكم أنا بنتي نشكر إذاعتكم إذاعة الموصل السباقة على هاللقاءات الحلوة، ودائما نشاهدها باللقاءات يعني مع الجماهير كافة. ايه لكم جزيل الشكر. أبو ضياء تحيي منو من خلال قناة الموصل؟ والله أحيي كل الشعب العراقي وأتمنى لهم الصحة والعافية والسعادة والأمن والأمان. نسأل أن يدوم هذا الأمن والأمان على الناس وعلى أمة محمد إن شاء الله. شنو توجهين كلمة أنت من خلال قناة الموصلية؟ والله جزيل الشكر لها. أحسن إذاعة. أي والله أحسن إذاعة كثير يعني. على طول نتواصل بالتلفزيون نطمش عليها على شو اسمه دائما تواكبون الأحداث البرامج. على الأحداث على البرامج أيمل أيام زمان كلها هي متابعة. الله يحفظكم إن شاء الله. شكراً. الله يسلمك. شكرا. هلا يوم هلا بنتي هلا بكم إن شاء الله. أبويا
ايش؟ ام اسماعيل. ابو اسماعيل. ابو اسماعيل، شنو تشوفون اجواء مدينه الالعاب؟ والله حاليا الساعه يعني طيب احسن من قبل، وبالنسبه لاجواء العيد يعني ما شاء الله العالم اكثر من حتى السنه اللي قبلها، يعني بالنسبه للاجواء طيبه يعني مثل ما تقولين، حتى الاسعار مثلا الشغلات يعني شيء مناسب هسه، مو مثل يعني قبل كانت امكانيه وتعرفين زمن داعش وجت فتره اي شيء، هسه لا الحمد لله شوي احسن صارت. شوف اكو تغيير بمدينه الالعاب عن سنوات السابقه؟ يعني الناس متعلمه مثلا اقول اني مثلا من زمان اطلع مثلا اهلي وشي، فعدشني واحد يتم يسترجع ذكرياته يسترجع مثلا اللي مثلا من كان صغير مثل ما كان، هي مدينه قديمه بس اشني يعني طيبه مثلا احنا يعني دائما متعلمين عليها مثل ما. ابو اسماعيل شنو اللي تذكره انت مدينه الالعاب دائما اول من تدخل إليها؟ والله بصراحه يعني ما اذكر مثلا كنا انا واخوتي قبل مثلا انا واخواتي نجي على المدينه، يعني كنا اجواء طيبه يعني كانت قبل، ومثل ما تقولين ماكو يعني كان قبل لا حرب لا شيء، هاي الاجواء طيبه بس هسه الحمد لله من امان والزوج مو يعني مثلا من التجول من فتحوا الحكومه خف الله عليهم، وهاي الشغلات كلها احنا نحبها يعني مثلا مساعده الحكومه للشعب هسه الفتره هاي، واحنا هسه طلعنا الحمد لله جبت عائلتي وجينا الحمد لله على المدينه. طيب دائما انت هاي الذكريات تذكرها، ولادك هم علمتهم على انه نعم هاي الذكريات؟ اي نعم، بس حتى مرات تحكي لهم تعرفين انت مثل نقف مكان مثلا في القطار مثل نقف مثلا في مكان مثلا سكه او فشي مثل اللعبه الموجوده بالمدينه حاليا، اقول لهم مثل كنا احنا نتكاون مثلا من السابق او مثلا على كنا انا واخواتي واخوتي على مثل طياره الطير اللي فوق او مثل شيء يعني نحجزها مثل ما اقول ايش تعرفين كنا اطفال وهذا، والحمد لله ستمه من نفس الشيء من يعني مثلا نفس الشيء صارت امي الحمد لله. الله يرحمها. ام اسماعيل تعشيت هنا برا؟ لا والله تعشينا بالبيت وجينا. الله يحفظكم والف عافيه. ان شاء الله يعافيك. هم انت عندك ذكريات بمدينه تبع؟ انا مو من هنا. مو وين؟ انا من تكريت. تكريت. طيب انت اول مره تزوري مدينه تبع؟ لا انا من سنه 2000 هنا، فتعلمت مثل الزوج يعني كل فتره اجي على مدينه الالعاب. اه وحبيتي؟ حبيتي. لكم ذكريات اول خطوبه شلون؟ من سنه 2000 الى حد الان احنا كل ذكرياتنا بيها. يعني تذكرين خطوبه الزواج؟ افضل من كل المكانات هاي يعني حسين انظف وارتب العابها احسن من كل المدينه يعني مال الالعاب اللي بنوصل هاي احسن وافضل. دائما تستذكرين المواقف طبعا اللي انت يعني عشتيها هنا وتذكرين ولادك؟ طبعا كان اول طفله عندي كانت بعدي بالقماط، احنا هنا كنا قاعدين وابوها يصعدها وهي باللفه يصعدها على هاي الحصونه يلعبها لحد من كبرت احنا نجي احنا هنا على هاي المدينه الله يسلمك الله يعافيك. شوفين اكو تطور مدينه الالعاب؟ مبلا مبلا مبلا، العابها حلوه وكل جالهم يعني طوروها ونظافه يعني احسن من كل المكانات، لا هالسنه احسن من كل يعني قبل. اكو عنايه بالنظافه والخدمات الالعاب؟ ايه لا العابها حيل حلوه ومتطوره، لا خوش مدينه. اتمنى لكم ان شاء الله يسلمك يعني هاي القعده انه تكون اكثر وتكون لمتكم بعد ان شاء الله. احنا نتمنى هاي الاجواء الموصل الامن والامان، هذا احنا نتمناه للموصل، واش قد يعني نشوف الدنيا هيك يعني الناس تطلع وتتونس بالمدينه احنا نطمئن حياتنا نحسها بامان الحمد لله والشكر. شكرا. الله يسلمك الله يعافيك. شكرا. شكرا اخوتي، ونشكر الموصليه يعني دائما سباقه بالتقاء العالم بالتقاء الناس، يعني دائما حتى اخبار الموصل يعني دائما حتى بالموصليه يعني مثلا حتى بالرمضان غير مكان يعني ما شاء الله، حتى نذكر من مثل ما تقولين ايام العيد مثلا مثلا كان كليتشا ومثلا شغلات هذا، دائما الموصليه تطلع لقاءات ويا العالم مثلا طلعت ويا السجخان الموصل القديمه، هم يعني ذكرياتنا على قولتش بذاك الجانب كنا يعني كل الحمد لله الموصليه دائما سباقه يعني بهالشغلات. نشكركم ونشكر الموصليه على الضيافه لها. شكرا لكم. شكرا. على راسي حياتي.
المشاهدين ونلتقي مع العائلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إيش؟ أم حسين. أم حسين، أم حسين أنت شلون شفتي أجواء مدينة العام؟ والله الحمد لله طيبة ويعني ما بيها شيء، نجيب الأطفال أجواء حلوة؟ يعني حلوة والله، ليش ما حلوة؟ أول مرة؟ لا والله أنا تلقيني ضايعين يعني بالمدينة الألعاب، دائما تجي أعيد يعني أطلع أنا وبناتي. إي والله وش نسوي، الحمد لله تنقضي. شوفي مدينة الألعاب متغيرة عن السنوات السابقة، متغيرة ونظيفة وألعابها حلوة، ويعني يمكن فتحوا بها مطاعم وكل شيء الحمد لله. تشوفين هذا التغيير يعني إيجابي كلش؟ والله أحسن من قبل، أحسن من قبل والله. أم إيش؟ أم حسين. أم حسين، طيب أنت تتذكرين ذكريات إلك بمدينة الألعاب؟ والله شو أتذكر؟ الحمد لله. بناتك يعني كنت تطلعين؟ بناتي وبالعيد والله جينا أول يوم العيد، ثاني يوم العيد جينا وتونسنا وجبنا. يعني عندك ذكريات؟ إي والله عندي. عندي ابني كان الشهيد هنا يشتغل بمدينة الألعاب، وأظل أجيب هاي المكان. الله يرحمه. الله يرحمه، أزكي حياتي. الله يرحمه. أم حسين، شوفين أكو تطور بالألعاب؟ إيه والله أكو تطور، ويعني كنت سووا شغلات حلوة حلوة يعني. أم حسين أكلتهم لو بعد؟ والله تعشينا. ونوع عشاك الله؟ والله جبت لهم دجاجة محشية وشربات وشرزات. دائما أنت تجمعين بادرين بهذا الجمع من عائلة؟ أجمع ولاد ابني وشنتي، وأسعى جايبة جيراني وياي. إيه والله على طول أجي. مرة مرتين أجيب أكل مال برا، كلها أجيب دولمة، أجيب كل شيء. أم حسين، أنت دائما يعني مثل ما قلت لك إنه هاي الجمعة مالتكم يعني أنت تبادرين بيها، يعني أنت اللي شاورين وتقولين إنه تعال لازم نجمع الشغلات. أنا أحبها. أنا قعدت العصر تعصرنا وشربنا شاي، قلت لها لتشنى بدلي ولا تجي نروح. قالت وين؟ قلت لها مشيدة وطلع الويلات. بيتكم هنا قريب على مدينة؟ لا والله أنا بيتي بقراج الشمال، وأحب أجي. ويعني رحنا على سوق النبي اشترينا العشاء وجينا. ألف عافية. الله يعافيك حياتي. أم حسين، الأطفال لعبوا ولا بعد؟ والله لعبتهم. إيش اسمه؟ علاو. علاو إيش لعب؟ لعب بيش؟ بالنار. وبعد؟ بعد شنو الالعاب اللي انت تحبها؟ بس الناعون ملاعب، يبكي ريق ملاعب، هسه يريد يلعب بالطياره. ام حسين، تفضلي. ام حسين، اريد توجيه كلمه من خلال قناه الموصليه. والله اشكر هاي المبادره الحلوه وعلى هذا الشيء، وان شاء الله نتطور وان شاء الله يصير الامان، ويا رب يشيل هذا الهم والمرض علينا يا رب. اي والله حي والله هي حي من الموصليه، الاهل ونهد تركيا يسمعوني ويسمعون صوتي، وخليل البياتي هم يسمع صوتي، وابني بادوش يعني اتشكرهم. اقول يا ربي كل عيد وانتم معانا مجموعين وبخير وسلامه علينا وعلى امتنا. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا. الله يحفظك. هذا طلع وياك. الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين بجولتنا بين الأهالي والعوائل، تابعونا.
أعزائي المشاهدين راح نلتقي ويا العائلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟ أبو حمودي. أبو حمودي أكيد. أي حياتي. واسم؟ قدس. قدس. شلون شفتم أجواء مدينة العالم؟ والله ما شاء الله طيبة، والعالم كلها طالعة تتونس ترفع عن نفسها. أجواء حلوة؟ أي نعم طيبة، وعوائل كلها تفتار شوية ترفع عن نفسها. أول مرة تجونه؟ لا على طول. أيام العطل عندكم؟ بالمناسبات. أي نعم نعم بالمناسبات نجي نجيب العيلة ونجي. أم حمود حياتي. في مدينة العالم؟ أجواءها والله حيل حلوة، والجهال يتونسون. اي والله على مود الجهال شويه هم يتفاهون، ولو هذا صارنا حضر كلته وما نطلع عايش، قصة صارنا مخنوقين بالبيوت شويه فنرفع عن جهالنا. طيب ايش اكلتم هنا؟ شنو الاكل؟ شلون شفتم الاكل هنا؟ اكل احنا تعشينا وجينا. بالعافيه. الله يعافيك. جبنا مشروبات غازيه وحب شمس، هذا تونسون الاطفال يعني. الله يحفظهم ان شاء الله. اشكره ان شاء الله يبارك. أم حمودي أنت شلون تشوفين تطور بمدينة العام؟ والله يعني زينة الحمد لله، مليحة متطورة؟ أي مليحة أحسن من قبل، يعني الحمد لله أجواء مليحة، الألعاب ورد. أي لا مليحة الحمد لله. عندك ذكريات بيها هنا؟ أي طبعا أكو واحد ما عنده ذكريات بالموصل. شنو اللي أكثر شيء تتذكريه بمدينة العام أول من تدخلين مدينة العام؟ والله يمكن نظار ونجي عليها احلى ايام كنا صغار. هسه لا والله هسه تغيرت. ايش لعبه تتذكريها لحد الان انت بدي تلعب؟ سكت الموت. هذا كنت تصعدي؟ اي كان عندك جرأة كلش. بس سكت الموت. اي والله صحيح انت تعجبني. سابقا موسى طبعا. ايه هو تذكر. اي نعم نعم. بس كانت كل الجريئة ام حمودي هاي حلوه، حلو شخصيه انه جرأة عندها. اي طبعا. الله يحفظ لك اياها. هنا ما تعرفنا. مرحبا. قدس. قدس. قدس انت شلون شفتي اجواء مدينة؟ طيبة. طيبة. هي جميلة. شلون شفتي اجواء مدينة؟ طيبة يعني احسن من قبل. شنو اللي شفتيه متطور بمدينة؟ يعني اكو العاب جديدة والناس شوية دا تطلع مو مثل قبل. طورنا شوية. تحبين الالعاب الموجودة بمدينة الالعاب؟ شنو اللعبة اللي تفضليها؟ سكت الموت. الوالدة طالعة. اي دائما تصعدين؟ اي كل ما نجي اصعدها. عندك جرأة. اي شنو بعد اللي تحبين مدينة؟ يعني الونسة هي شيء اكيد من نطلع احنا نتونس بكل الالعاب، يعني ماكو لعبة تختلف عن لعبة، بس نقول يعني لعبة اخطر من لعبة. شوفي هو مدينة الالعاب هي المتنفس الوحيد للعوائل الموصلين. اي شيء اكيد، لان يعني اغلبية الناس يجون للمدينة اكثر من يعني القاد. مدينه الموصل دائما توافد. اي شيء اكيد. نتعرف بالصغيرون. هاجر. تحبين مدينه العاب؟ شنو اللي تحبين؟ اي لعبه تحبين؟ اي لعبه دائما انت تصعدي؟ اي سيارات. سيارات. حافظت لي النشيد له اغنيه ما عدتش تغنين تراني. يلا رد غني. وخجل. اسمع صوتك لشوف حلو لو ما. صوتك حلو لو ما. شو اسمك؟ زكريا. زكريا على الكاميرا قلي شنو النشيد اللي حافظه؟ حافظة أبدأ يومي بمسي الله، أكل وأشرب بمسي الله، أكل وأصبح بمسي الله، أنا لا أعبد إلا الله هو يحميني جل وعلا. عافية. هجورة. هجورة يلا يلا لا تخجلينا هجورة قدام الكاميرا. تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم بي إلى في خلش ليلة فيش رحلة الشتاء والصيف، فلعبد رب هذا الوطن طعامهم وجوع وانا مخف، صدق الله العظيم. عافية عليكم، أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية، وهناك بهاي الأجواء الرائعة إن شاء الله. للعلاقة كلتهم إن شاء الله.
من شماله إلى جنوبه إن شاء الله بخير وسعادة، اللهم ربي وخلصنا من هذه الغمة إن شاء الله إن شاء الله. أبو حمودي خي أجي أمك، شو توجه كلمة من خلال قناة الموصلية؟ والله أول شيء أشكر الكادر معكم، الموصلية متواجدة بكل مكان، يعني إحنا الوحيدين الموصلية اللي تتابع أخبار الموصل من كل النواحي، وإن شاء الله الازدهار ونعيش بأمن وسلام إن شاء الله. شكرا لك، كنتم بخير. شكرا لك، أشكرك، إن شاء الله يبارك فيكم. مشاهدين راح نلتقي ويا العائلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم؟ فرحان محمود. أبو إيه؟ أبو حارث. أبو حارث. في لعلي. أم حارث. أم حارث. شلون شفتم أجواء مدينة الأرح؟ والله صراحة أجواء هادئة وكلها عوائل والحمد لله ماكو أي مشاكل، الناس محتفلة بالعيد. أول شيء نقول كل عام وأنتم بخير. طيب شوف هاي الأجواء، المدينة الألعاب بها إقبال، هاي الناس أهالي مدينة الموصل، لأن هي المتنفس الوحيد طبعاً مدينة الموصل. طبعاً هي أكو إقبال بصراحة. بالنسبة للخدمات شلون؟ لا الخدمات زينة متوفرة والحمد لله، أمان، ماكو أي مشاكل. أتمنى إن شاء الله يكون أكو تطور. والله نقول إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير وشرفتونا. أبو حارث إيش تعشيتم وما تعشيتم؟ والله الحمد لله خير من الله. شيتم له بالبيت؟ لا لا جبنا عشانا معنا. و شنو كان عشاء؟ كباب ودجاج شوي. يعني مو خارج البيت مو؟ اي لا لا جبناه جاهز معنا والحمد لله. واذا تجون طيب شنو الاكلات اللي انت تحب ام حارث تسوي لك؟ الاكلات طبعا هي ام حارث ما شاء الله مبدعه بكل الاكلات. الا اكو اكله معينه دائما انت تحب تسويها؟ الكبه. كبة طبعا. وهي تبدع بالكبة؟ اي نعم كبة فتشي بدع يعني. الف عافية. هسه نجي على ام حارث. ام حارث شلون تشوفين انت الاجواء بمدينة الأرحب؟ الحمد لله حيل زينة حيل زينة، يعني جهال ونسين، بس اريد يعم الامن والامان اكثر شيء نريده ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. هاي ما نعرف من وين صغيرون. الله يحفظها. نتعرف
اسمي مرام. مرام شو شفنا اقبال المدينه لك؟ والله زينه والاجواء حلوه و مدينة الألعاب دائما أول من تطبين مدينة الألعاب شنو اللي تحبين تشوفيه؟ تدخلي مدينة الألعاب بتحبين أي لعبة مفضلة؟ الصحن الدوار أحب. بعد تبي لو بعد؟ لا صعدت بي أول ما أجي صعدت دائما؟ إيه كل ما أجي لازم أركبي إيه ركبت. أم حارث إيش ذكريات هنا شنو اللي تتذكري مدينة الألعاب؟ والله ذكريات أنت وأبو حارث جوينة؟ أي طبعا خطوبتكم زواجكم بعد الزواج؟ بس بعد الزواج بعد الزواج جيتم تتذكرين أكو مكانات قعدتي بيها تتذكرين لحد الآن؟ أي طبعا كل هذا شكرا الله يحفظكم ويطول بعمركم. آمين يا رب إن شاء الله على كل أمة محمد إن شاء الله. شكرا لكم. يا أهلا وسهلا. شكرا كل أهلا وسهلا تشرفنا بيكم وكل عام وأنتم بألف شرف. كل أهلا بسم الله. بالبدء نرحب بقناة المصرية الفضائية ونشكركم على متابعتكم المستمرة لأحداث شركة مدينة ألعاب الموصل بشكل خاص ولأحداث السياحة في محافظة نينوى بشكل عام. طبعا بعد التخفيف من إجراءات حظر التجوال من قبل اللجنة العليا فتحت شركة أبواب مدينة ألعاب الموصل أبوابها للزوار الكرام. طبعا الدوام كان من الساعة 9 صباحا وإلى ساعات متأخرة من الليل. شركة مدينة ألعاب الموصل مثل ما تعرفين جنابكي أنه هي من أكبر المساحات المنتزهات في محافظة نينوى. طبعا هناك 24 جهاز في المدينة، الأجهزة كلها خاضعة للفحص من قبل المكتب الاستشاري في معهد تقني الموصل. أيضا هناك فحص من قبل الكوادر الفنية، فنطمن زوارنا وأهلنا في منطقة الموصل أنه شغلات الأمان كاملة 100%. أيضا هناك 78 حديقة بمساحة 45 دونم مهيئة ومنظفة وتسقى بواسطة يعني منظومة سقي حديثة لراحة الزوار واستمتاع بهذا المكان. نعم نعم والله ست ياسمين، إحنا كان عندنا خطة سنويا نضيف جهازين إلى 3 أجهزة، بس حاليا احنا في وقت كورونا سنة 2020 احنا يعني كان اكثر السنة تقريبا 9 أشهر من السنة احنا متوقفين عن العمل. فاحنا هسه بعد عودة الحياة ان شاء الله عن طريق قناتكم الموقرة نوعد اهلنا وزوارنا في مدينة الموصل انه باذن الله هناك العاب جديدة ان شاء الله باذن الله وتطوير على كافة الاصعدة ان شاء الله باذن الله. نعم احنا طبعا الشركة من العام السابق طبعا في شهر 9 لما فتحنا ابوابنا تقريبا للزوار الكرام قمنا ب يعني عمل غرف للتعفير مداخل، هناك مداخل مدخلين للمدينة، مدخل يم شارع الكوصر يسموه لمن حميد الزراعي، مدخل من شارع الغابة، في كل مدخل غرفة للتعفير. ايضا هناك موظفين من ذوي الاختصاص يعني يقومون بتوزيع الكمامات والقفازات على
الزوار. ايضا هناك اشارات او 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 حدود للاجهزه، كل جهاز بيسره للوقوف الزوار، هناك اشارات للتباعد بين الاجهزه، وايضا العاملين على الاجهزه زودوا بمعقمات لتعقيم الزوار والاطفال. نعم. نعم، المدينة مفتوحة يوميا، احنا يمكن بايام الاعياد والمناسبات دوام الصباح، بس هسه احنا دوامنا تعرفين مثل ما تعرفين الجو حمى، يعني صيف يعني دخل، الدوام يصير الساعة 4 عصرا تفتح ابواب المدينة. طبعا هناك احنا مبادرة الشركة يعني من تاريخ تأسيسها ومستمرة بها، دخول عوائل الشهداء كافة واستخدام الأجهزة مجانا، دخول العوائل الحاملة لهوية الرعاية الاجتماعية أيضا مجانا، دخول واستخدام الألعاب، وأيضا الأطفال احنا ما نحسبهم بالدخول للمدينة، يعني إن شاء الله الزائر الموصلي والمواطن الموصلي يجي ويستمتع بأوقات طيبة إن شاء الله هنا. أستاذ ياسر، أنت قلت إنه أكو تطور، هذا التطور راح نشوفه بالأشهر أم الأسابيع القادمة؟ والله عيني ست ياسمين، إحنا إن شاء الله وعدناكم، بس هذه هم تتبع، إحنا تعرفين مثل ما تعرفين إحنا شركة تمويل ذاتي، يعني إحنا نخضع لقانون الشركات العراقي، التمويل يكون ذاتي من عندنا من الشركة، فإذا استمرت الأمور إن شاء الله فتح المدينة بهالموسم وعيد الكبير إن شاء الله بإذن الله، إحنا ما عدنا يعني عدنا تطوير مستمر، ونوعد أهلنا في مدينة الموصل وزوارنا الكرام إنه كل ما يجون إن شاء الله يشوفون شيء جديد بإذن الله. شكرا لك. أشكرك ست ياسمين، وأكرر شكري إلى قناة الموصلية الفضائية اللي كانت مواكبة لمدينة الألعاب منذ لحظة إعمارها في 20/8/2017، واشكر الاستاذ غازي فيصل على دعمه المتواصل والمفتوح لنا. شكرا لك. اشكرك منا. جولتنا في مدينة ألعاب الموصل بعد أن تجولنا بين أهالينا وعوائلنا من مدينة الموصل،
ننتظرونا في جولات قادمة وإلى اللقاء.